دورة نادية لطفي بيتكرم فيها ديك برابر السينما المصرية. إن شاء الله ربنا هينجيك وهنبقى دايماً مع بعض وعنينا بتشوف. علمنا معنى الحياة، ما تتراجعش عن أن تستمتع بالحياة لأي سبب من الأسباب. فاروق الفيشاوي أداها وحدود وإنه قادر على إزاحة هذا الصداع. فاروق الفيشاوي الجدع الراجل صاحب صاحبه. احنا فخورين بيك وبنشكر مهرجان اسكندرية على تكريمك، وتستاهل كل تكريم وتستاهل كل حاجة حلوة. في مظاهرة حب يا فاروق، الناس في الشوارع بره بتخليك تتغلب على أي صعب يا حبيبي. ترددت كثيرا جدا ان انا اقوله لكم. دور المعالج قال لي فاروق احنا عندك سرطان، انا هتعامل مع هذا المرض كانه صداع. وانا واحده من محبيك وبقول لك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب دايما كل الخير وكل الصحه وكل الامل وكل القوه. فاروق الفيشاوي ده علامه من علامات الفن في مصر، هو الفنان والأب والصديق والمعلم وكل حاجة في حياتي. وشفت أحمد وهو اختار أدواره إزاي وبيعشقها إزاي وبيخلص فيها إزاي، خلاني أكتشف إن أنا فيه حاجات أنا ما كنتش أعرفها. أنا بحبه كمان قوي في موعد مع الرئيس مع بعض. كان مع الرئيس طبعاً طبعاً طبعاً. رسالة لكل واحد بتجيله حاجة من عند ربنا لازم يستقبلها بالقوة دي. ده من كرم أخلاقه إن هو عايز يعني زي ما أنا كرمتكم وأنا كنت معاكم فأنا بتحامى فيكم. صح أنت صح. يا طيب يا حنين يا ممثل عبقري، مش عايز حد يغيب تاني، مش عايز حد يغيب تاني أبداً.